الرئيس السيسي يزور سلطنة عمان والبحرين لتعزيز العلاقات الثنية. الحكومة تنفي وجود نية لحذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التمويني. والقائم بعمل وزير الصحة يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون في القطاع الصحي. موجز الواحدة، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كل من سلطنة عمان والبحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وما يربط مصر بالدولتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء عن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التمويني. ومن جانبها شددت وزارة التموين على توفر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية، مؤكدة انتظام صرف المقررات التموينية لمستحق الدعم التمويني بشكل كامل. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار استقبل الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير والوفد المرافق له لبحث التعاون في القطاع الصحي. وناقش الجانبان أهمية دمج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات الخاصة بشأن تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تأثر الصحة الإنجابية بتغير المناخ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات تطوير أنشطة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر. أطلقت وزارة الصحة 6 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة على مدار اليوم والغد، وذلك لمدة 2 يوم للكشف على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان والعلاج مجانا بمحافظات الإسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد والدقهلية والشرقية ومحافظة المنيا. تابع وزير الري محمد عبد العاطي موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيها، وأشار وزير الري إلى أنه تم إزالة 59,000 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة تبلغ 8.5 مليون متر مربع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.